would be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. دابا فطور في الفطور والغداء مقسوم، خديت خبزه بدرهم واش عشان نسالكم عليكم فيديو جديد. وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون تحدي، ندوز نهار كامل ب 10 دراهم، وغادي ندوز نهار كامل ب 10 دراهم هادي، وغادي نبروغرامي هذا النهار هذا، وغادي نبرمجو، وغادي نحط بروغرام، وغادي نشوف شنو غادي باش نفطر باش نتغدى باش نتعشى، وان شاء الله ما نخسرش هذا التحدي، ونتمنى ندوزو هذا النهار ب 10 دراهم ونجربو هذه الاكسبيريونس هذه اللي هي واعره بزاف. ان اي واحد فيكم يحاول انه يجرب يعيش نهار ب 10 دراهم، واش نتوما ولا نتوما واش تقدروا تعيشوا نهار ب 10 دراهم؟ جاوبوني في الكومنتير، انا باغي غير الجواب ديالكم، واش تقدروا تعيشوا نهار 10 دراهم؟ لان صعيبه بزاف، وفي هذا الفيديو ماشي غير تحدي كنضحكوا فيه ونشطوا فيه مع بعضياتنا، نحسوا فيه حتى الناس اللي كيعيشوا داك النهار ب 1 دولار اصاحبي، 1 دولار اللي هو 10 دراهم مغربيه، كدوز به النهار كامل، راه صعيبه اصاحبي، صعيبه انك دوز نهار كامل 10 دراهم. حنا غادي نجربوا هذه التجربه هذه، وغادي نشاركوا معكم هذه الاكسبيريونس هذه اللي هي جديده، وشفت بزاف ديال اليوتيوبر داروا هذا البلان، وان شاء الله نتمنى عجبكم هذا البلان هذا وهاد الفيديو هذا. يلا فقت دابا من النعاس، دابا 9:59 10 بيل، دابا غادي نمشي ناخذ الفطور ديالي ونشيط شي حاجه للغدا وندوزو معاكم حتى العشاء. المهم بقاو معانا، ليتس جو 3 2 1، ليتس جيت ستارتد. عشان غادي نمشيو نجيبو داكشي اللي غادي نجيبو نفطرو فيه 10 دراهم، غادي نمشي ناخذ بها الفطور وناخذ بها كلشي. يلا ليتس جو، بقاو معايا، غادي نمشيو تاعد من المحنوت وغناخذو داكشي اللي غناخذو، وغادي ندوزو هاد النهار كامل ب 10 دراهم بلا ما نخسرو التحدي ولا ما نبقاو بالجوع. نتمنى ندوزو هاد النهار معاكم زوين. تطيح والله لا تطيح. اي العشرين، دابا رجعنا من المحنوت، خدينا من عندو دراهم ديال الزيت، قلت ليها ودي عطيني دراهم ديال الزيت، ويقول لي لا كان بيع انا غير 40 ريال، قلت ليه غير حاولت انني نقنعو، وعطاني باقي دراهم ديال الزيت. خبزة بدراهم هي 2 دراهم، بيضة بدراهم هي 3 دراهم، فرماج بدراهم هي 4 دراهم، وعطاني معاه قلت ليها ودي بغيت اتاي ديال الهبار، قال لي تقادها، قال لي ولكن كاين عندي داك اتاي الاخر، داك عنده اتاي ديالو، ويقول لي الله يحميك ويجي نعبر ليا منو دراهم. ودي لي معاه السكر مخلص، هو يدير لي معاه نشوي ديال السكر ومعاه دراهم ديال الاتاي. المهم مجموع كلشي 5 دراهم، بقات لي 5 دراهم، ما عرفتش واش نتغدى، واش غادي نتعشى بيها وندير بها كاسكر من هادشي كامل غنتغدى بيه وغنفطر بيه. المهم بقاو معانا، ليتس جو، غادي نعيشو نهار بشكل صفيا عباد بحال ديما. المهم دابا يلا غنقادو الفطور ديالنا وبقاو معايا. فيكم العشرين، دابا غادي نفطر، جبت خبزة وجبت معاها فرماج، وهاد الخبزة هادي غنقسموها على نص، غنضربها نص بها الفطور والنص الآخر في الغدا، حيت معاها في الغدا غادي نتغدا، غادي ندير بيضة أومليط باش نتغدا، ودابا وكادي تبرد ديال أتاي باقي سخون. المهم غنقطعو دابا الخبز على جوج، غنقطعو هاد الخبز على جوج، هاد النص غنفطر بيه، النص لاخر نشيطو نتغداو بيه. المهم دابا غادي نسربيو من كادو لي هاد النص وغادي نفطرو. ندوز بيها النار كتقوليك ساهلة، ولكن ملي كيجي يجرب كتكون صعيبة شوية، خصك تقاد بروغرام كيفاش اش باش تفطر باش تغدا باش غادي تعشى. المهم بقاو معانا، النهار ديالنا غادي ندوزوه في شكل معاكم. وهذاك، المهم بقاو معانا غادي نتغدا. واش انت ما بديت سكت ياك؟ كثير سكت صاحبي، خلينا دابا كنمونطي هنا فيديو جديد، وهنا لي زابوني يلا وصلوا هادي 30,000، 30,000 ان شاء الله. كما شفتو ديك الساعه فطرت وبقات ليا 5 دراهم،
خمسة درهم مع حكيم خصني ندوز بها العشية ونتعشى بها. وليدي والله دابا الفطور شريته وقسمته فيه الفطور وفيه الغداء. قالت لي نص خبزة والزيت وشوية ديال اتاي وبيضة. البيضة غادي نديرها في نص خبزة وغنعمر بها اتاي وغادي نتغدى به. صافي. والعشية بقات لي 5 درهم. خصني نفطر خصني نتعشى بها. واش ما نديرش كاسكروت بلاش؟ خازبني. ايه صافي تفكرت. غنمشيو غادي ناكل نص خبزة فيها الحوت بجوج دراهم. جوج خبزات وتبقى لي تبقى لي درهم غنضربها كاملة بومبوم. الله يلعب بالله. ما كاينه لا اقتصاد اخوتي. نزيدو في الاقتصاد ديال البلاد. نزيدو في الاقتصاد 10 دراهم الغلا على مسكين عيش نهار ب 10 دراهم 1 دولار. غادي تحداك حتى انا نديرها. ها هو السيد تا هو كيتحداني تا هو. غادي نديرها ان شاء الله. عندي شي عجب شكل ب 10 دراهم ماشي كيما داروا. يلا عطيش دير غنتحداك انا نهار ونص. نهار ونص؟ ب 10 دراهم غنديرك في الجوع. الله سيدي يبلي السيد دير. والله حتى تحداك بالله. المهم العشرين احنا باقي معكم باقي مازال ما تغديت باقي كنمونطي اون فوا غنمشي نتغدى غادي نوريكم البلان باش نتغدى والعشيه غتمشيو معايا تشوفوا خبزة بجوج دراهم صاحبي وفيها الحوت. وغنمشي مع هاد حكيم. صافي ويلي ويلي على الجلسه. واش تشوف على الجلسه كي دايره شي باناشي؟ لا الراحه النفسيه اطلت قاعد يتحرك عندك اش هاد الشيء. ماكاينش توازن على ستابيليزاسيون. ماكاينش داكشي ما كان مستابيليزيش. اسمع غادي نتغدى بداكشي اللي جبت الصباح. داكشي جبت الصباح النص ديالو غنخليه للعشيه. ودابا غادي نمشي نتغدى بشحال بجوج دراهم اصاحبي. دو ديقام فين نتحركوا حاكي؟ فين نتحركوا؟ دابا غادي نمشي نقصي غادي نتغدى بيكالا. نمشي بيكالا دابا تي ماكسي نمشي نقصي وغادي نرجع. هو الصمت كيشي في خنزبني. الصمت شحال خنزبني شحال؟ يا انا كيسوري لو ظالم ياك على الصوصي وانا غير ماكلش كلشي كلشي عيط فين صح سير على الصمت داك وادي كاع الصوص كان كبير ايه ارا اش تي غادي غا علي ساكن بلاك عرس هذا هو هل تريد ان تكون هناك المونتاج ديال هاد الفيديو نيت هذا اللي كتشوفو كتفرجو فيه غادي المونتي دابا. يا الهي عرفتي باش توصل البيت ديالي خصك دير اول حاجه السبور وغتعمر لي مولي ديالك وجهك غيعمرو مزيان باش انك توصل البيت ديالي. البيت ديال اول حاجه كتلقى فيها فيزا هو هو شوف وقف عادي الله يلعيس شوف فيه شوف جيت كثير ليموني يا مسكين هذاك كلشي طردركم. المهم يلا كملنا الغداء اللي تغديت ب 3 دراهم تغديت ب 3 دراهم بقات لي 2 دراهم غنجيب بها شي حاجه غنزيدها على داكشي اللي بقى لي من الفطور البيض والزيت وديك نص خبزه. ديك 2 دراهم ناخذ بها خبزه وناخذ شي دارون ديال الدراهم صافي وانا تغدي وانا تعشيت صافي. زين علاش تجيب دانون وديرو في نص خبزة؟ دانون في نص خبزة عمرك ما شفتو غاتجوا والله حتى تشوفوها واعر. دانون وسط خبزة أول واحد غيديرها يلاه. والله إلا جات أول واحد يديرها في فيديو إما راه ديجا داروها الناس. يلاه عطي راه تسطيع معانا في الفيديو حتى شي حاجة برمي مابقاش بالجوع. إيفو راه العشرين دابا غادي نتعشاو دابا وصل الليل كنت خارج ومشيت أبلوديت الفيديو اللي قبل من هذا ما عرفت ما غاديش تفهمو. المهم مشيت كملت المونتاج ديال الفلوغ اللي قبل من هذا اللي هو ديال مراكش ومونطيتو ومشيت ابلوديتو
وخرجت ضربت واحد التركيله ورجعت وشريت دانون ديك جوج درهم اللي بقات ليا وعندي دابا بيضه اللي بقات ليا من الصباح ودرهم الزيت صافي ونص خبزه صافي اللي بقاو ليا دابا غادي نقاد العشاء ديالي وغادي نتعشى وغادي نتلاحم العشاء ترى دوزنا واحد النهار عالم مع داك نص خبزه اللي فيها الحوت بثلاثة دراهم عطيني شبعت منها ناري شي حاجة بزاف دابا عشان انا هذه هي الزيت اللي بقى اشمن اللي بقى هي اللي شريت من الصباح درهم الزيت ولا بقى داك الدرهم ديال اتاي اللي عطانا فيه شويه الدكا ودابا غادي نمشي نجيب البيضه وهذه هي البيضه اللي بقات اصبر نجيب نص خبزه فين هي هي نص خبزه اللي بقات صافي ونقدو بيضه ونقدو اومليت صافي غادي نجيب لك داك الدانون اللي خديت به بجوج دراهم هادشي هذا هو باش غادي نتعشى بيضه هاد اتاي اللي بقى هذا ما غنحتاجوش صافي حيت فطرت به ما غاديش نعاود نتعشى به غنتعشى غير ببيضه ندير الزيت في المقله وغادي نعمر بيضه انا وغادي ناكلو بدانون ديك جوج دراهم اللي بقات ليا راه تسقاو بقاو معايا نقدو لونغليت في المقله دابا نخلط البيضه انا نخلط البيضه دابا ونقدر الاومليت ديالي اوكي ومن عشرة كملنا لا فيديو ديال اليوم كملنا التحدي وكملنا التحدي بنجاح نجحنا فيه والحمد لله قسمت المصروف ديال 10 درهم في النهار كامل والحمد لله صرفتو في الفطور في الغداء وفي العشاء الحمد لله داز داكشي بخير وعجبني التحدي علاش لا حتى نتوما تجربوه قولوا لي في كومونتير كيف جاكم التحدي هذا تعيشوا نهار ب 10 درهم وتفرقوا داكشي على بروغرام وتخدموا عليه نهار كامل وتشوفوا واش تقدروا انكم تعيشوا ب 10 درهم ولا لا مهم وصلنا في الفيديو ما تنساوش ديروا لايك على الفيديو تكومونتيو شي كومونتير بوزيتيف زوين لاشان سكواد نعول عليكم ما كاين غير لايك الخوت ونفعلوا الجرس باش توصلوا جديد فيديوهات ما تنساوش ان شاء الله بغينا نوصلوا 30000 ابوني وغادي نلوح لكم ديستراك ان شاء الله بقاو ديما بوزيتيف تهلاو ليا فراسكم لاشان سكواد بيس لكم متلت في حياتي صرعت الدور دابا وقتي نخليكم اللول تقرصوا في كلامي نقول لهم مصوري درتو علاش غتحبوا في ستوري كنعترفوا بالرجال ماشي المراد